بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل محاضرات المتعلقة بالبليت تكتونيك وحركية الألواح. كنا شرحنا حركية الألواح في المحاضرة السابقة، وتكلمنا عن اتساق البحر، وشرحنا الميكانيزم المتعلق بحركية الألواح اللي هو السليب بول والريدج بوش، وتكلمنا عن أنواع الحركة، وقلنا من المسؤول عن الحركة، وهي عبارة عن الكونفكشن كارنتس اللي بتعمل دراجينج للألواح التكتونية سواء مبتعدة عن بعضها البعض أو منزلقة على بعضها البعض أو متقاربة على بعضها البعض. وحكينا على المحاضرة اللي فاتت إنه عمر صخور القشرة الأرضية، القشرة البحرية، القشرة البحر، وقاع البحر هي عبارة عن أقصى شيء 200 مليون سنة، وإنه هي حديثة جدا مقارنة بعمر القشرة الأرضية اليابسة. وقلنا السبب إنه هذا دليل على إن القشرة الأرضية تتسع من الوسط وتأتي على الأطراف عند حدود القارات، ويحدث لها عملية ريسايكلينج وإعادة ازدهار، وتخرج على شكل بعد ذلك براكين، ويصاحب هذه العملية حدوث الزلازل. تكلمنا عن اللي هو الماجنتيك أناموليز، وهو دليل على وجود اتساع متعاقب لقاع البحر، وبالتالي خروج وتكون لقشرة محيطية جديدة كل آلاف أو ملايين السنين. يتسع البحر وتخرج قشرة محيطية جديدة، وهذه القشرة قد تكون لها مغناطيسية باتجاه معين حسب اتجاه المغناطيسية السائد في ذلك الوقت. اليوم هنتكلم عن الألواح التكتونية هاي على أطرافها، على أطراف الألواح التكتونية يعرف boundaries أو الحدود التكتونية. الحدود التكتونية هي الحدود التكتونية هي مناطق التقاء ألواح تكتونية مع بعضها البعض زي هذا، أو مناطق ابتعاد ألواح تكتونية عن بعضها البعض زي اللي عم نشوف هنا. اللوح هذا بيتحرك بهذا الاتجاه، وهذا اللوح بيتحرك باتجاه مبتعد عنه، وهذا بيسمى حد التكتوني، هذا بيسموه حد divergent boundary، وهذا بيسموه convergent boundary، حد تقاربي، أي حد تصادم. هذا اللوح يصطدم بهذه اللوح، يبقى هنا في حد convergent، حد تقاربي، أي أن اللوحين يصطدمان ببعضهما البعض، وdivergent اللوحان يتباعدان عن بعضهما البعض. والنوع الآخر من الحدود وهو ما يظهر هنا، جزء هذا الحد بين اللوح هذا واللوح هذا، هذا عبارة عن الترانسفورم، ترانسفورم فولت، وعبارة عن فواصل أو حدود انزلاقية حينتج عنها إنه هذا اللوح حينقسم بالأخير، ازداد الانقسام في هذا اللوح وينفصل عن اللوح اللي هنا. فنيجي نشوف ايش انواع الحدود التكتونيه اللي تعرف بالبليت تكتونيك بوندريز، حدود الالواح التكتونيه. يبقى عباره عن حدود بين الالواح بعضها البعض سواء قاريه قاريه او محيطيه محيطيه او قاريه محيطيه. يمكن ان تقسم الحدود الى ثلاث زي ما حكينا الى ثلاث اقسام: كونفيرجنس تكتونيك بوندريز، دايفيرجنس تكتونيك بوندريز، وثلاثة ترانسفورم فولتس، ترانسفورم فولتس. طبعا كل نوع من هذه الأنواع له خصائص محددة، له أسباب تؤدي له، وله نتائج يعني تميزه عن بقية الألواح. كيف أميز بين إنه الحد هذا كونفيرجنت ولا دايفيرجنت؟ ما فيش داعي إني أنا يعني أنظر في أسفل الألواح التكتونية، وإنما من خلال الشواهد تظهر على السطح أستطيع أني أحدد إذا كان هذا الحد التكتوني هو حد تقاربي أو تباعدي
أو انزلاقي. هناك البليت موفمنت associated with the following indications. بتكون الألواح التقاربية أو الحدود التقاربية مرتبطة بالتالي. هاي في عندها كتلة، وهنا في عندي كتلة. هذول الكتلتين إذا تحركوا باتجاه بعضهم البعض حيحدث تصادم، وبناء على التصادم حينشأ تشوه في القشرة الأرضية ينتج عنه جبال ماونتين. تمام؟ يبقى السبب الرئيسي في اصطدام الألواح بعضها البعض هو عبارة عن قوة ضغط compression force، ينتج بسبب قوة ضغط. هذا اللوح بيتحرك بهذا الاتجاه، وهذا اللوح بيتحرك بهذا الاتجاه، يبقى هنا بيصير في تضاغط compression force. اثنين، نوع الحد التكتوني اللي بينشأ أو نوع الصدع. شو نوع الصدع؟ احنا أخذنا في structure geology إنه في عنا normal faults normal faults اللي هي بتكون فيها طبعا هذا عبارة عن مستوى الانزلاق، هذا عبارة عن الفتول، وهذا مسمى الهانجينج وول، هذا يسمى الهانجينج وول. الآن هذا الصدع، الصدع ايش؟ العادي، هذا يسمى النورمال فولتس. وهو الصدع الذي ينشأ عن قوة سحب، قوة سحب تنشنال أو اكستنشن. طب شو الريفيرس فولت؟ الريفيرس فولت خدنا هو الصدع العكسي، الصدع العكسي هو الذي ينشأ نتيجة اصطدام كتلتين بعضهما البعض. أي بمعنى إن في كتلة، وهذا الفتول والكتلة الثابتة، وهذه عبارة عن هانجينج وول، الكتلة متحركة. لأن هذا الصدع، صدع نتج من قوة ضغط، هاي الكتلة تتحرك بهذا الاتجاه، وهي كتلة تتحرك بهذا الاتجاه، وبالتالي صار في عندي تصادم بين الكتلتين، تصعد كتلة فوق الكتلة الأخرى من خلال الصدع العكسي هذا، بحيث أن يكون هذا الهانجينج وول، والفوتول هو عبارة عن الأندرلاينج الفوت بلين، هذا مستوى تصدع، يسموه مستوى تصدع. يبقى أول نوع الكونفيرجنت بليت باوندري هو ينتج عنه دائما صدع عكسي reverse faulting، وينتج من قوة ضغط compression. ما هي الشواهد أو الدلائل المصاحبة للصدع العكسي؟ أول أنواع الشواهد وجود subduction zone، أهم شيء منطقة الغطس. منطقة الغطس بنشوف في المحاضرة تكلمنا عنها السابق، هذه عبارة عن subduction zone. هذه المنطقة هي ما تعرف بالsubduction zone، منطقة الغطس. ليش؟ طبعاً وسط البحر. هذا الكتلة بصير غطس أسفل subducting، subducting lithosphere، أسفل الكتلة هذه. فينشأ تصادم، وبما أنه في تصادم في كتلة راح تنزل أسفل الكتلة الأخرى، وهنا بنلاحظ أن الكتلة هي نزلت أسفل الكتلة هذه، هذه كتلة A، هذه كتلة B. هتلاحظ أن كتلة B انغمست أسفل كتلة A، صار لها subducting under the continental crust. طبعا لأنها هي أثقل الكتلة، دائما الكتلة الأوشينيك دائما المحيطية هي اللي بتغطس أسفل الكتلة القارية، لأن المحيطية أثقل والقارية أخف، وسمك القشرة القارية أكبر من سمك القشرة المحيطية، مما يساعد على أن الكتلة القارية المحيطية هي التي تغطس وتنزل أسفل الكتلة القارية. يصاحب هذا الغطس عملية انصهار، بصير هنا في ميلتينج، بصير في ميلتينج انصهار، وبالتالي بصير في عندي ماجما، وبالتالي بصير في عندي ماجما، وهذه الماجما تصعد على شكل ايش؟ على شكل جبال بركانية.
هذه المنطقة احنا بنسميها المنطقة هذه صار فيها الغطس بنسميها subduction zone. تمام، يبقى اينما وجد subduction zone يبقى في عندي صدع تقاربي convergent boundary. كمان يرتبط بالحدود التقاربية او convergent boundary ما يعرف بالماونتين بيلدينج بروسيس، عمليات بناء الجبال، سواء الجبال هذه هتكلم عن نوعين من الجبال، هنتكلم عن نوعين من الجبال. هيكون في عندك الجبال اللي هي عبارة عن الفولكانيك ماونتن، يكون في عندنا نوعين في بناء الجبال. عندك الماونتن العادية وهي جبال ليست بركانية، جبال ليست بركانية، والنوع الثاني هي الجبال البركانية اللي يسموها الفولكانيك ماونتن، وهي الجبال التي نشأت بسبب البراكين. عشان هيك هذا اثنين ينشأوا، الجبال الفولكانيك والفولكانيك ماونت، الفولكانيك ماونتن والماونت العادية تنشأ بفعل عملية اصطدام كتلتين مع بعضها البعض. طبعا هنا تنشأ في الحالة هذه تنشأ بين كونتيننتال ضد كونتيننتال، تنشأ جبال عادية، وبتنشأ أوشانيك ضد كونتيننتال بتديني فولكانيك ماونتن. يعني إذا اصطدمت كتلة قارية مع كتلة قارية بينشأ عندي جبال عادية، وإذا اصطدمت كتلة محيطية مع كتلة قارية بينشأ عندي جبال بركانية، بينشأ عندي جبال بركانية. طبعا يبقى لو تكلمنا بهذا الموضوع يبقى في عنا نوع القوة اللي تنشأ المؤثرة في الكونفيرجنت هي قوة كومبريشن، نوع الصدع ريفرس فولتنج تصاحب بالكرييشن اوف سبدكشن زون، ومرتبطة بالماونتن بيلدينج بروسيسز سواء ماونتنز نورمال ماونتن او فولكانيك ماونتن. انواع التصادم الكوليجن بليتس في ثلاث حالات زي ما حكينا للتصادم. الحالة الاولى كونتيننتال كراست ضد كونتيننتال كراست، ان تصطدم قشره قاريه مع قشره قاريه، او تصطدم كونتيننتال كراست ضد اوشانيك كراست مع قشره محيطيه، او تصطدم قشره محيطيه مع قشره محيطيه، قشره محيطيه مع قشره محيطيه. يقول لك ثلاث حالات لناتجه، ثلاث حالات تنتج من تصادم الألواح التكتونية. نجي على النوع الثاني من الحدود أو الحدود التباعدية بالعربي، الحدود التباعدية هي divergent plates، بمعنى أنه بيصير في diverge بين الألواح، تبتعد اللوح يبتعد عن اللوح الآخر، وهي مرتبطة أو ناتجة من أول قوة تختلف عن الأول، تنتج من قوة tensional force أو extension force، بحيث أنه بيصير the plates where pulling apart of each other، تبتعد هذه الألواح عن بعضها البعض. لو في عندي كتلة هنا وكتلة هنا، فإنه حيصير حركة بهذا الاتجاه، تبتعد الألواح عن بعضها البعض. النوع الثاني الصدع بيكون دائما normal faults، صدع عادي اللي حكينا عليه قبل شوية، الصدع العادي، الصدع العادي بالشكل هذا، وهذا الفولتنج بلين هذا عبارة عن نورمال فولتس، هذا صدع عادي، هذا عبارة عن الفوتول، وهذا عبارة عن الهانجينج فول، هذا الهانجينج فول. تمام، ينتج عن الديفيرجنت ينتج عنها نوع من الصدوع يعرف بالريفتنج أو ما يعرف بالميد أوشانيك ريفت،
وهو عبارة عن مرتفعات وسط المحيط زي ما قلنا. الدايفيرجنت مرتبطة بتكون القشرة المحيطية. وين في دايفيرجنت؟ في بناء قشرة محيطية جديدة أو the creation of magma materials inside the rift. إن تكون ماجما يعني create new volcanic crust تنتج volcanic crust جديدة، قشرة محيطية جديدة، لأن الوحدة تباعد، الفراغ اللي بتتركه تباعد ما بيكونش فراغ، تصعد فيه ماجما، وهي الماجما تتصلب وتكون قشرة محيطية جديدة. النوع الثالث من أنواع الحدود هو بسموها transform boundaries أو الانزلاقية أو التحويلية، وهنا بتكون في عندها ناتجة طبعا نتيجة horizontal grinding motions، حركة أفقية للألواح، وبالتالي ليست حركة في الشريحة الرأسية أو ضغط رأسي أو تصادم أو تباعد، وإنما انزلاق حركة أفقية، وينشأ عنها ما يعرف بالسترايك سليب فولز، إنه في عندها كتلة تتعرض لصدع وبالتالي بتصير شكل الكتلة هيك. يكون تتحرك بهذا الاتجاه، يكون تتحرك بهذا الاتجاه بشكل أفقي. طيب نجي يعني نفصل فيهم حاجة بسيطة. الديفيرجنت حكينا عنها، هي عبارة عن حدود تباعدية، حدود تباعدية تنشأ نتيجة الاكستنشن أو التنشن فورس أو التنشن فورس، وينشأ عنها create زي ما قلنا new volcanic كراست. بالتالي هاي عندي قشرة تتصدع بسبب قلنا ايش قلنا في المحاضرة السابقة، بسبب الحرارة الداخلية والconvection currents، وبعد هيك هذا التصدع بيصير له rifting، بيصير صدع، ثم تخرج هذه الماجما في المكان هذا وبتشكل لي صخور جديدة، صخور قشرة جديدة. وهذا اللي قلنا يستدل عليها احنا لو شفنا هذا مثلا الحد التكتوني الموجود في أسفل المحيط الهادئ، بتلاحظ أنه صخور القشرة المحيطية هي حديثة بالنسبة للقشرة القارية، لأنه هذا الألواح تدفع بهذا الاتجاه، تدفع بهذا الاتجاه، وهذا الألواح تدفع بهذا الاتجاه، وبالتالي تنغمس أسفل القشرة القارية وبيصير لها عملية ريسايكلينج وعملية الزهار. النوع الثاني اللي حكينا عليه اللي هو الconvergence، حدود التقاربية. طبعا احنا بدينا بالdivergent لانه هو بينشئ قشرة محيطية وبيعمل لي new sea floor crust. النوع الثاني هو عبارة عن الconvergent التقاربي، وقلنا بينشأ بسبب قوة تصادم، قوة ضغط compression، وبينتج عنها subduction zones، هاي منطقة subduction، منطقة الغطس، واضحة الكتلة هاي تغطس تحت الكتلة هاي، ودائما تصاحبها عبارة عن اللي هو reverse fault. تمام. وقلنا انه هناك ثلاث حالات للتصادم، هاي الثلاث حالات للتصادم. الحالة الاولى تظهر عندي هنا، تصادم قشرة واحد كونتيننتال مع كونتيننتال، قشرة قارية مع قشرة قارية، وبالتالي ينتج عن هذه القشرة القارية وهذه القشرة القارية ينتج عنها تكون تجعد أو deformation، تشوه في صخور القشرة الأرضية، ينتج عنه تكون أهم شيء high mountain. جبال عالية، زي هنا زي موضوع جبال الهيمالايا، زي موضوع جبال الهيمالايا، ويناتج عن اصطدام كتلة الهند بكتلة أوراسيا، اصطدام كتلة الهند مع كتلة أوراسيا، مما نتج عنه تكون سلسلة جبال الهيمالايا، وهي سلسلة متحركة وما زالت نشطة في الحركة، ويعني تقدر ارتفاعها تقريبا 5 سنتيمتر كل سنة. يزداد ارتفاع جبال الهيمالايا، يزداد ارتفاع بمقدار 5 سنتي، يعني في احدى التقديرات او في احدى 5 سنتيمتر
كل سنة، لأنه هذا الانزلاق ما زال مستمر، هذا التقارب والضغط من هنا ما زال مستمر، والضغط من هنا ما زال مستمر، وبالتالي الجبال كأنها ترتفع بمقدار معين. النوع الثاني من التصادمات هو تصادم كونتيننتال كراست أو بليت ضد أوشانيك بليت، قشرة قارية هي هنا وقشرة محيطية هي هنا. تلاحظ أول شيء إن سماكة القشرة المحيطية زي تراوح قلنا تقريبا متوسطه 8 كيلومتر، القشرة القارية سماكتها تقريبا من 35 متوسط إلى 50 كيلومتر. الكثافة تاعت القشرة المحيطية هي عبارة عن تقريبا 3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. الكثافة هنا عبارة عن 2.7 متوسط الكثافة جرام لكل سنتيمتر مكعب. هذه المنطقة هي الأزينوسفير، وهي المنطقة سيمي سوليد تحرك عليها القشرة اللي هي سوليد. فهنا بيصير تصادم، ينتج عن تصادم هذا ان القشرة المحيطية بيصير سبدكتنج، بيصير لها غطس، القشرة المحيطية بيصير لها سبدكتنج اسفل القشرة القارية. طبعا ليش؟ قلنا لانه كثافتها المحيطية اثقل وبالتالي بتنزل الاسفل. الثانية المحيطية اقل في السمك بينما القارية اكبر في السمك، وبالتالي هنا كمان المحيطية عليها ضغط من عمود الماء الموجود عليها، وبالتالي هذا كله بشكل دوافع لأنه يصير في عندي هنا بسمى هذه المنطقة سموها subduction zone، وهنا subduction zone في القشرة القارية. يبقى إيش الشاهد أو الدليل على وجود لو أنا ماشي على سطح الأرض وبدي أعرف إذا كان في، هل في في المنطقة اللي أنا موجود فيها حد تكتوني تقاربي بين قشرة قارية وقشرة محيطية؟ بقدر أعرف من خلال وجود الجبال البركانية. لاحظ إنه لما يصير هبوط هنا بيصير فيه هنا ميلتينج للماجما، ميلتينج للصخور الجديدة هاي، وبالتالي بتكون ماجما. الماجما تصعد إلى الأعلى مكونة براكين، وهي براكين بتكون على شكل جبال. يبقى أهم شاهد هو وجود البولكانيك ماونتين، الجبال البركانية، الجبال البركانية. وهذا الجبال منتشرة على حدود الغربية لتشيلي وكثير من دول العالم الساحلية. بتلاحظ أن الساحل معظم الجبال عليه جبال بركانية، هذا بدل على وجود حد تكتوني بين قشرة محيطية أو لوح محيطي ولوح قاري. النوع الثالث من التصادمات يحدث بين لوحين محيطيين، هذا أوشانيك وهذا أوشانيك، وهذا عبارة عن سطح البحر. اللي بيحدث إنه اللوحين بيصطدموا مع بعضهم، فلا بد من لوح إنه يغطس نسبيا تحت اللوح الآخر، فأحد اللوحين بيصير subduction zone، بيصير subduction، وبعدين بيصير له melting زي ما قلنا انصهار، ثم يصعد إلى الأعلى مكونا براكين. ولكن هذا البركان اللي بتكون بركان على شكل براكين داخل البحار تسمى جزر، وبالتالي بيكون جزر بركانية يسمى volcanic islands، بيكون volcanic islands. يبقى بيكون شاهد والدليل على هذا الموضوع بيكون volcanic islands، وبيكون برضو subduction zone. هنا في برضو subduction zone، subduction zone. طيب يجينا بنشوف ثلاث حالات اللي بيحدث فيها تقارب الألواح التكتونية، محيطي مع محيطي بينتج عنه في الآخر زي ما قلنا الشاهد عليه جزر بركانية، وليس كل الجزر البركانية تنشأ من تصادم ألواح تكتونية بحرية بعض البعض، لا،
هناك جزر، بعض أنواع الجزر زي مثلا جزر هاواي تنشأ نتيجة لما يعرف بوجود ظاهرة تسمى الهوت سبوت، يكون في منطقة فيها نشاط بركاني وبدج منها براكين، ملاش علاقة بموضوع subduction zone أو تصادم اللوحين التكتونيين أو تصادم لوح تكتوني قاري مع لوح تكتوني محيطي ينتج عنه جبال بركانية، أما تصادم اللوحين القاريين ينتج عنه جبال وليست جبال بركانية، جبال عادية عالية. تمام. يبقى شفنا إنه الconvergent ينتج عنه جبال، والdivergent ينتج عنه قشرة محيطية، وهنا في هذه الصورة بنشوف المناطق اللي هي تشهد subduction zone. مدام subductions يبقى عبارة عن إيش نوع الحاد التكتوني؟ convergent. ومدام convergent يبقى ناتج من compression force. ومدام compression force يبقى بدين reverse fault، صدع عكسي. لاحظ هذه المناطق تظهر هنا، المنطقة هذه عبارة عن subduction، وبالتالي معناته أن المنطقة هذه تشهد وجود جبال بركانية. هنا بتكون إيش؟ volcanic mountain. تمام؟ يبقى هنا في volcanic mountain، هذه كلها حتكون فيها volcanic mountain المنطقة. كويس؟ طيب هذه المنطقة فيها volcanic mountain. آسف. اختار المؤشر القلم، بس بدنا نغير لون القلم شوية يعني عشان نعمل بعض التغيير في الأشياء دي. يبقى شفنا هنا المناطق هذه هي عبارة عن مناطق subduction zone، وبالتالي بين لوح محيطي هنا عبارة عن oceanic crust، وهنا continental crust، يبقى هذه المناطق تشهد حدود تكتونية تقاربية convergence، وهنا في بده يكون عندي volcanic mountain. طب هنا هذه تشهد برضو حدود تقاربية، ولكن هنا وشنك، وهي نفس الموضوع، مثلثات هاي المنطقة كلها تشهد حدود تقاربية ولكنها بين قشرة محيطية وقشرة محيطية أخرى، وبالتالي شو متوقع نلاقي فيها هنا؟ هنا هنلاقي اللي هي عبارة عن الحد التكتوني الناتج، حيكون عندنا بغلبها عبارة عن volcanic island، volcanic islands، يعني يكون في عندي جزر بركانية كبيرة جدا جدا في المناطق هاي. طبعا في منطقة هنا في حد تكتوني في منطقة الهند ينشأ عنده هنا عبارة عن mountains، جبال. هنا طبعا في حد تكتوني تداخلي على القارة، هدول في البحر. يبقى هيك نقدر نفرق بين الحدود التكتونية التداخلية أو التقاربية اللي هي convergence، سواء continental versus continental أو continental versus oceanic أو oceanic versus oceanic. تمام؟ عرفنا إيش الشواهد لكل نوع من هذه الأنواع، إيش الدليل عليه. واحد مرتبط بالجزر البركانية اللي هو إذا كان تداخل بين لوحين محيطيين، وهناك وجود الجبال البركانية يدل على تداخل بين لوح تكتوني قاري ولوح تكتوني محيطي، والجبال العالية العادية العالية يدل على تداخل لوحين تكتونيين. النوع الثالث من الفواصل من الحدود وهو رقم 3، وعبارة عن الترانزليشنال أو بيسموه ترانسفورم فولتس.
اسميه كمان ترانسفورم فولتس، وهو عبارة زي ما انتم شايفين حد انزلاقي، حد انزلاقي بين كتلتين، كتلة تتجه هذا الاتجاه وكتلة تتجه باتجاه الآخر، لا ينشأ عنه يعني كتلة صاعدة وكتلة هابطة، وبالتالي لا ينتج عنه لا ريفرس فولت ولا نورمال فولتس، وإنما ينتج عنه ما يعرف ب الترانسفورم فولتس، زي ما هي في الحالة هنا بنشوف هذا الترانسفورم فولت شايفينه، هذا عبارة عن ترانسفورم فولتس، وممكن كمان يكون الترانسفورم فولتس زي ما موجود في حالة سان أندرياس في أمريكا، بحيث إنه يقطع الصخور بشكل كبير. طيب هذه عبارة عن ثلاث أنواع للحدود أو الألواح التكتونية. يصاحب الألواح التكتونية زي ما قلنا، يصاحب هذه الألواح التكتونية يصاحبها حدوث نشاط زلزالي. بنلاحظ الدوائر هنا، في عندي لوح أعتقد هذا أوشيانيك كراست، وهذا كمان أوشيانيك كراست، وهنا بنشوف أن التصادم ناتج عنه ميلتنج، انصهار وخروج ماجما، هنا حدث ميلتنج، وهنا سبدكشن زون، ونتج عندي هذا ما يعرف بالفولكانيك ايلاند. تمام، فولكانيك ايلاند، الفولكانيك ايلاند هذه نتجت نتيجه لاذابه القشره، لكن يصاحب هذا الموضوع، هي احنا موجودين وين الاذابه بتكون؟ بتكون الاذابه في الاسنوسفير. بنلاحظ انه يصاحب هذا التداخل يصاحبه حدوث ايرثكويكس، حدوث زلازل، حدوث زلازل. الزلازل هنا يشار إلى الدوائر هذه بتشير للشلو ايرثكويك، وهنا الديب ايرثكويك، الديب اللي بالزائد ديب ايرثكويك، وبالتالي هنا عبارة عن الزلازل العميقة، الزلازل العميقة والزلازل السطحية. أيهما أكثر خطورة على سطح الأرض أو على الإنسان؟ طبعا أو ممكن نجيب على السؤال ببساطة، إنه الزلازل السطحية هي الأكثر خطورة على سطح الأرض، لأنها قريبة وتصل هذه الموجات إلى سطح الأرض وبتأثر على الأرض بشكل كبير جدا، بينما الديب إيرثكويك بتكون بعيدة جدا في باطن الأرض وتصل إلى سطح الأرض بشكل بسيط، اهتزازات خفيفة، وبالتالي لا تعتبر خطيرة. يبقى بشكل عام هنا بنقول خلاصة overall الشالو earthquakes are far more dangerous than deep earthquake. يبقى الزلازل التي تحدث بسبب عمليات الغطس subduction zone للألواح التكتونية، الزلازل العميقة بتكون أقل خطورة، بينما الزلازل السطحية بتكون أكثر خطورة على سطح الأرض. هنا برضو كمان في عنا ملخص للكلام اللي حكيناه، ملخص للألواح، حدود الألواح التقاربية، وهنا في عنا زي ما شفنا الصورة هاي بتوضح السبدكشن زون، السبدكشن زون واتجاه حركة الألواح التكتونية. لاحظ الألواح هاي اللوح التكتوني، هذا الحد تبعه، وبيتحرك بهذا الاتجاه، هذا اللوح بيتحرك بهذا الاتجاه. لو عملنا أنيميشن هنا عبارة عن البانجيا، أعتقد شفناها المحاضرة اللي فاتت. أوكي، يبقى هنا بنشوف الحدود، هنا الحد التداخلي اللي قلنا عليه في الهند في الهيمالايا، وهنا حد في بين إيران وتركيا وسوريا، امتد اليونان كمان.